السلام عليكم. خلفت حادثة طائرة الإيرباص 310 التابعة للخطوط الجوية اليمنية أثناء رحلتها من مطار عدن إلى مطار القاهرة جدلا واسعا تخلله العديد من الرسائل ولجان التحقيق، من بينها لجنة تحقيق فنية من قبل وزارة النقل ولجنة تحقيق شكلتها الحكومة برئاسة وزير العدل. في مجمل تلك الرسائل ولجان التحقيق إفصاح عن طبيعة الخلل الفني الذي تعرضت له طائرة اليمنية أثناء إقلاعها والعودة بها إلى المطار بعد لحظات. العديد من الرسائل والإفادات الفنية تحمل إشارة إلى طبيعة الخلل الحاصل في الخطوط الجوية اليمنية على الصعيد الفني وعلى صعيد طبيعة المكابدات التي يتعرض لها المسافر اليمني على أبواب المطارات، من تذاكر السفر إلى العبث بالمواعيد إلى الترانزيت. يعيش المسافر اليمني عبئا مضافا إلى أعباء كثيرة في سفره منذ الانقلاب والاجتياح. المساء اليمني يسلط الضوء مجددا على معاناة المسافر اليمني من خلال التساؤلات الآتية: ما الذي يحدث لطيران اليمنية وجه اليمن وسفيرها أمام العالم؟ اليمنية كمؤسسة حكومية أين موقعها الآن؟ ومن تتبع، حكومة الشرعية أم ميليشيا الانقلاب؟ وماذا عن أسعار التذاكر وخلل المواعيد والخدمات الرديئة التي يشكو منها كثير من المسافرين؟ سنبدأ نقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. أجبروني على قطع تذاكر ذهاب وإياب للقاهرة بقرابة مليون ريال لأطفالي وزوجتي رغم عدم حاجتي للإياب. وعندما حصل أولادي على تأشيرة السفر إلى أمريكا ذهبوا إلى مكتب اليمنية في القاهرة لغرض استرداد مبلغ الإياب. طلب المكتب كتابة وكالة لشخص كي يستردها من مكتب صنعاء من حيث تم قطعها. وحينما قررت أن أكتب وكالة لصديق يقطن صنعاء كان الرد أن المطلوب قريب من الدرجة الأولى لاسترداد المبلغ. بهذه السردية والمتاهة التي لا تخلو من المكابدات يسرد أحد المواطنين كآبة السفر وجدل الفساد حول طيران اليمنية الذي يدفع المواطن اليمني ثمنا باهظا جراء هذا العبث المتزايد كل يوم. العناء اليمني يضاعف متاعب السفر إلى بلد أصبح السفر إليه مشقة منذ الانقلاب والاجتياح والحرب الجوية والأرضية التي أفرزت ما يشبه الأشغال الشاقة في يوميات اليمني التي لا تنقصها المشقة. طيران اليمنية وجه اليمن وسفيرها الدائم يبدو هو الآخر منزوع القناع، يشيح بوجهه عن راحة المسافر اليمني بل لا يخلو من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. بينما يضع المسؤولون أذنا من طين وأخرى من تذاكر لكي لا يسمعوا أصوات المسافرين التي ترتفع كل يوم، جدل تبعية الخطوط الجوية اليمنية كمؤسسة حكومية وموقعها وهل تستجيب لتوجيهات الحكومة الشرعية أم توجيهات ميليشيا الانقلاب. يبدو هذا الجدل مصدرا من مصادر الارتباك والفساد الحاصل جراء غياب المتابعة والمسؤولية. المشاكل الفنية لطيران اليمنية باتت تشكل خطرا قائما على حياة الركاب في ظل غياب الصيانة الدائمة، آخرها الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار عدن بعد الإقلاع نتيجة خلل فني. الرسالة التي حملت إفادة الفريق الهندسي لهيئة الطيران المدني إشارة واضحة إلى الخلل الفني، وهي ذات الرسالة التي حملت عنوان شؤون سلامة الطيران، ورسالة أخرى تفيد بأن طائرة من اسطول اليمنية أصبحت خارج الخدمة بحسب إشعار بتوقيف صلاحية الطائرة نظرا لعدم صلاحية المحرك وفقا لإفادة الشركة المصنعة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ضم إلينا الآن عبر الهاتف أحمد السامعي وهو أحد مسؤولي حملة فساد اليمنية. أهلا بك سيد أحمد، تنضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، وأحيي أولا أحيي قناة بلقيس على هذه التغطية التي تثبت لنا كل مرة بوقوفها إلى جانب المظلومين ومطالب. نعم أستاذ أحمد، يعني أنت الآن مؤسس لما يبدو أنه حملة تهاجم الخطوط الجوية اليمنية، لماذا هذه الحملة بدأت؟ إذا ما بدأنا بأسباب ظهور هذه الحملة. أخي الكريم، الحملة لا تهاجم أحد، الحملة تهاجم الفساد. الناس ضاقت درعا من جراء تصرفات هذه الشركة الغير مسؤولة. يعني كل لو نظرت إلى شرائح المجتمع يعني أو إلى الناس أو المواطنين كلهم يعني في سخط من هذه الشركة. أسعارها يعني كأغلى يعني أغلى تذكرة في العالم هي تذكرة طيران اليمنية. أردأ خدمات
هي الخدمات التي تقدم من الخطوط الجوية اليمنية. طبعا هذا الشيء يعني هذا الشيء بالنسبة لفساد الشركة، فساد إدارة الشركة، ما يجعل يعني رفع الأسعار على الناس، ابتزازهم، عدم وجود شركة منافسة، الناس ضاقت ذرعا، الناس تبحث يعني عن وضع ما قبل الأزمة 2015. كانت تذكرة السفر يعني ما يقارب $500، الآن السعر تضاعف إلى $1,100 إلى القاهرة. نحن نتحدث عن خط عدن القاهرة. طبعا الناس المرضى العالقين في كل المطارات في كل الدول يبحثون يعني عن طرق للعودة. الناس تضطر إلى أن تبيع أرضها، والله العظيم يا أخي العزيز أن أعرف أسر يعني أسر باعت ذهبها وباعت أرض علشان تروح يعني من القاهرة إلى يعني إلى صنعاء وإلى تعز. لماذا كل هذا؟ طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى تم التأكد وتوثيق هذه المعاناة التي يتكبدها الناس حتى تكون الأمور يعني تجري بسياق منطقي وواضح لمحاسبة من يقوم بالفساد أي إن كان؟ يا أخي العزيز، أنت لو وضعت استطلاع، لو نظرت يعني لتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لردود الناس، يعني تنظر إلى خط كبير، يعني لا أحد يناصر هذه الشركة إلا موظفيها أو يعني أو المقربين، وهم يعني أعداد يعني لا تعد يعني يعدوا الأصابع. يعني يا أخي العزيز، الناس تبحث عن ما يهون معيشتها مع هذا الحرب، مع هذا الصراع، مع هذا يعني أنك تأتي وتبتز المواطن المطحون الكادح الذي لا يجد قوت يومه، وترفع يعني أسعار التذاكر بنسبة 100%، هذا يعني يفوق الجنون. يا أخي العزيز، بالنسبة للطيران اليمنية، لو أتينا للخدمات، يعني خدماته تحت الصفر، الناس متعارف يعني هذا الشيء متعارف عليه بين جميع الركاب. بالنسبة للأمان، الأمان يعني نمشي في أمان يعني بقدرة الله، والله العظيم إنه الطائرة تمشي بقدرة الله. كما حدث قبل 3 أيام أن يعني طلعت الطائرة من عدن، وكانت يعني بالنسبة كان المحرك عطلان، والمهندس يعني قد كان في تحذير بأن الطائرة هذه معطوبة ولا يجب أن تتحرك، ولكن بإصرار يعني من إدارة الشركة تم الإقلاع بها وعلى متنها 180 راكبا، وهذا الشيء يعني مجازفة بحياة الناس، استهتار بحياة الناس، فوق الابتزاز، فوق أنك يعني تبتز المواطن $1,100، يعني تضحي بحياته بهذه الطريقة، هذا أمر يعني لا يقبله العقل ولا المنطق. ثانيا بالنسبة للأشياء الذي يعني نحن يعني سرنا وعملنا هذه الحملة الإعلامية من أجلها، وهي التعامل السيء، والتعامل السيء من قبل الموظفين في مكاتب الطيران. ثانيا إلغاء الحجوزات يعني وبيعها للمتنفذين. يعني أنا أجي أحجز مثلا أحجز موعد رحلة، أجي يعني ومعي عوائل، معي أطفال، معي نساء، أجي وموعدي يعني قد اتباع لحد بسعر معين. كمان الغرامات، وبالنسبة للتأمين، يفرضوا تأمين، أنا أول مرة يعني في حياتي أسمع عن تأمين، يفرض تأمين ولا يرد هذا التأمين. طيب إيش يعني التأمين؟ يفرض تأمين من قبل الخطوط الجوية اليمنية أكثر من 200 إلى 250 دولار كان سابقا. نعم صراحة، هذه الفترة لا أدري يعني كم ارتفعت، لست متأكد يعني من نسبة التأمين، ولكن نعم صراحة، تصل إلى 150 دولار يعني ضعف نصف التذكرة، وكمان هذه التأمين لا ترد. بالنسبة يجبروا الراكب على يعني على قطع تذكرتين تو هي يعني خطين ذهبا وإيابا، يعني
أيوة ذهابا وإيابا. نعم طيب، وهو لا يحتاج. وضحت أستاذ أحمد، وضحت هذه النقطة، أنا أشكرك يعني أستاذ أحمد. معهم معاملات السفارة الأمريكية مثلا، أضرب لك مثلا، ناس مسافرين معهم معاملات السفارة الأمريكية لا يعني لا يريدون العودة أصلا، هم مسافرين كذا كذا. أنت لما تجبره على ولا تستطيع بعدين، لا تستطيع أنك يعني تحصل قيمة نعم. إذن وصلت الفكرة أستاذ أحمد السامي، أحد مسؤولي حملة فساد اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام محمود طياح، والد أحد العالقين بسبب حادثة عودة الطائرة إلى مطار عدن، وناشط حقوقي، وهو كذلك ناشط حقوقي. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا أستاذ محمود. إذن هناك مخاطر كثيرة في الطيران اليمني كما يبدو، حدثنا عن طبيعة ما حدث لولدكم كتجربة شخصية. كما أسلفت أنه في يوم 8/6 الطائرة كانت معطلة لأسبوعين في مطار عدن وغير الطالحة للسفر، فتم إقناع كابتن الطائرة أنها طالحة للسفر من قبل الصيانة، وطارت الطائرة يوم 8/6 في الساعة 11:08، وبعد فترة طيران نصف ساعة يبلغ الكابتن المسافرين الركاب أنه يوجد خلل فني، وهذا الخلل الفني ليس جديدا، كانت الطائرة رابضة في المطار لمدة أسبوعين وتعاني من هذا الخلل، وتم المجازفة بأرواح وسلامة الناس وخداع الكابتن بإبلاغه أنه تمت الصيانة، وتم المجازفة بأرواح 197 راكب بدون ضمير ولا إنسانية، لا يوجد أي إحساس بالمسؤولية، وسلم الباري سبحانه وتعالى ومهنية قائد الطائرة الكابتن الذي استطاع أن يعود بها سالمة إلى أرض المطار. ولدي هي أول تجربة له في السفر، كان مرعوبا للغاية نتيجة الهبوط المفاجئ بالطائرة من ارتفاع 32,000 قدم، بكت النساء والأطفال، تعالت الأصوات بالأدرية، خشي الناس على أرواحهم، واجهوا الموت، وعند رجوعهم إلى مطار عدن لم يستقبلهم أحد، استقبلهم الحر واستقبلتهم الإهانات، يريدون أن يصوروا الطائرة التي كانت سبب كارثة ستسبب بكارثة لهم. قام الجنود بالتشاجر مع الركاب وحذف الصور من هواتفهم المحمولة، وبقوا في المطار إلى 6:00 مساء داخل باصات غير مكيفة، لم يستقبلوا من أطقم أطباء، لم يتم إعطائهم شربة ماء، لم يتم إعطائهم أغذية، ولم يتم إعطائهم شيء، وتكدسوا في غرف الفنادق من 3 ركاب و4 ركاب بدون بدل وجبات، وهم مستمرون إلى اليوم في غرف الفنادق. تلك هي معاملة اليمنية التي تأخذ المبالغ الباهظة من الركاب ولا تستطيع أن توفر أبسط خدمة، ولا تستطيع أن توفر السلامة والأمان لهؤلاء الركاب. طيب أستاذ محمود، يعني حتى نعرف مثلا، يعني نأخذ فكرة، كم هي تكلفة التذكرة مثلا الذي أخذها ولدكم أثناء سفره؟ حتى نعرف. 246,250 ريال يمني ذهابا وإيابا. ذهابا وإيابا. نعم. طيب الآن أنتم هل تواصلتم مع أي من الجهات المعنية بعد هذه الحادثة لفهم التبرير لماذا تم ذلك، لماذا تم الخروج بهذه الطائرة والسفر بها، ومن ثم لماذا تمت هذه المعاملة، ومتى يمكن أن يسافر من كانوا على متن تلك الطائرة؟ تم ترحيل بعض الركاب اليوم بالرحلة التي ذهبت إلى القاهرة، ووالدي كان من ضمن الركاب. بعد متابعات عديدة ووساطات كثيرة تم الحصول على مقعد، لأنه إن لم يصل اليوم القاهرة لن يستطيع أن سيخسر عاما دراسيا كاملا، وبالتالي كان لابد أن يسافر اليوم، وسافر وبحمد الله. لا يوجد أي تواصل من مكتب اليمنية مع الركاب، أنا أعرف أسرا موجودة في عدن في الفنادق، بل أن مكتب اليمنية يساوم الركاب بأن من لديه درجة عادية لا بد أن يأخذ درجة سياحية إذا أظهر لهم أنه بحاجة إلى أن يسافر وأن عنده مواعيد يجب أن يلحقها، فيقومون بابتزازه وطلب أن يدفع فارق لسعر الدرجة الأولى.
بدلا من أن يقوموا بتوفير مقاعد لكل الركاب وتكون تلك أولوية اليمنية، وبدلا من تشكيل فريق أزمة يعالج هذا الوضع، لم يتم إعطاء المسافرين إلى الآن أي رد مقنع بشأن ما حدث أو ما هي الترتيبات لما سيحدث، أو إعطائهم بدل وجبات. أنا أعرف أشخاصا يفطرون ويتسحرون بوجبة واحدة لأنهم لا يمتلكون المال، دفعوا كل ما لديهم قيمة التذكرة والطريق من صنعاء إلى عدن. من سيتحمل مسؤولية هؤلاء؟ لماذا هذا الإهمال المتعمد بسلامة وأرواح الناس؟ لماذا هم عند يستطيعون أخذ مبالغ باهظة من الركاب، يحملون الركاب غرامات عند تأخيرهم، يدفعونهم مئات الدولارات، لكنهم عندما يخطئون لا يتحملون خطأهم ولا يستطيعون أن يقدموا خدمة يحترمها الراكب، لماذا؟ طيب الآن يعني أستاذ محمود، هناك يعني آثار ربما مترتبة على ما جرى نتيجة الإهمال هذا إذا صح التعبير، بصفتك ناشط حقوقي ما هي أبرز تلك الآثار المترتبة على ما تم؟ كيف يمكن معالجة الأمر؟ أولا يفترض أن تقوم اليمنية أصلا بمعاينة هؤلاء الركاب نفسيا وطبيا وجسديا وتوفير الرعاية لهم نتيجة لهذه الصدمة، وقد تظهر آثار مستقبلية لهذه الصدمة. أعتقد لابد أيضا علينا نحن كناشطين حقوقيين، لأنه هذا انتهاك لحق الإنسان في الحياة، هو إعدام جماعي للركاب بأن يقوموا بتسفيرهم بهكذا طائرات غير آمنة. أثبتت التحقيقات الأولية ورفعت مذكرة يوم 10/6 من قبل المسؤول عن سلامة الطيران في اليمنية في الهيئة العامة للطيران المدني أن الطائرة الرابضة في مطار عدن لا تصلح للطيران وأن محركها انتهى. المحركات لا تنتهي فجأة عزيزي، المحركات تنتهي نتيجة للاستخدام الطويل وعدم الصيانة. هذه المحركات حملت أحمالا لا تستطيع أن تستمر في تحملها نتيجة لجشع إدارة اليمنية بتحصيل رسوم الركاب. طيب، والسفر ذهابا وإيابا، لكنهم لا يستطيعون أن يوفروا أي سلامة أو أي اهتمام لهؤلاء الركاب. لا بد أن ترفع قضايا على اليمنية، قضايا نتيجة الصدمات التي تعرض لها هؤلاء الركاب. يجب أن يتم تصحيح مسار اليمنية برفع هذه القضايا وحملة لتطهير اليمنية من الفساد. طيب أستاذ محمود، يتغلغل فيها. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، دعنا نشرك معنا في النقاش. عبد الملك مطهر، نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية، أهلا بك أستاذ عبد الملك. أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ عبد الملك، وأنت يعني تحدثنا الآن من صنعاء. هناك من يرى أن الكثير من المشاكل تحدث في طيران الخطوط الجوية اليمنية، هناك الكثير من الاتهامات، لماذا يبدو هذا الإهمال في موضوع صيانة الطائرات؟ كيف تقلع الطائرة في هذا الخلل في محرك رقم 2 ثم وبها هذا العدد من الركاب؟ حقيقة هذا الموضوع حجم أكبر من حجم الذي تتكلموا فيه. بالنسبة لخلل الطائرة، الطائرة تم أخذ التصريح من كابتن الطائرة كابتن صالح، وصرح للصحابة أنه عاد في ظروف طبيعية والمحركين الاثنين شغالات، كان عنده خلل صحيح، هو يبدأ مبدأ السلامة أكثر من مبدأ الرفيع، أهم شيء عنده السلامة. رجع في ظروف عادية وهبطت الطائرة، فالمحركين سليمين مشوا على ما بيحطوا الصحافة أو الجمهور إنه عضب أو توقف المحرك، المحركين كانت شغالة إلى أن هبطت. لكن نحن نشاهد يعني عند الشركة مش في شركتنا، الشركات أكبر شركات في لفتانزا بالكويتية في المصرية في أي مكان تحدث الأعضاء هذه، ما يعني مش يعني أشياء قوتها خارجة، هذه أعضاء تصيب الطائرات في كل مكان. يعني أنت تقترح الآن أن ما يعني تتفضل بالقول أن إجراءات الصيانة الطبيعية كانت تحدث بالنسبة لطائرات الخطوط الجوية اليمنية قبل الإقلاع، ما ليست هناك أي مشاكل؟ نعم، ولا تفعل الطائرة إلا بموافقة من المهندسين والكابتن، ويتم توقيع عليها في استمارات خاصة، وبدل الطائرة سليمة 100%. طيب
الآن هذه الطائرة تم سحب، يعني احتمال كذا، يعني أي طرف شك فيها ما نستدعش، يعني ما بدل عشر طائرة خالق. طيب الآن الطائرة التي يعني عادت إلى عدن تم سحب صلاحية يعني تشغيلها، ليس كذلك؟ والله ممكن يسحب صلاحية المحرك وليس صلاحية، يعني يقول لك هذا المحرك دخل في كذا ملاحظات، هذا لازم يصلح أو ينزل فقط. نعم، يعني الآن بحسب النص المذكور تم تقرير توقيف شهادة الصلاحية للطائرة نظرا لعدم صلاحية المحرك رقم 2، يعني إذا عاد المحرك بشكل جديد ستعود الطائرة. يجي المحرك يطلع محرك بدل المحرك والطائرة سليمة ولا فيها شيء. طيب الآن عموما أستاذ عبد الملك، كم عدد الطائرات التي يعني يشغلها طيران اليمنية لمواجهة العدد الكبير في احتياج يعني المسافرين اليمنيين؟ والله شوف، احنا ما بنشتغلش في ظروف عاديه او ظروف طبيعيه، احنا بنشتغل في ظروف صعبه جدا. شركات الطيران الاخرى رافضه تنزل عندنا، ويعني طلبنا حتى طائره للاستئجار اردنيه لحد الان، ودفعنا حتى التامين مقدم ولم يصرح لها. وبالنسبه لنا عندنا احنا اربع دائرات، في عندنا دائره صحيح في الصيانه وعندنا دائره شغاله. اذا الان هناك طائرتان بخلاف هذه الطائره التي كانت في عدن ام معها؟ يوميا عندنا الجدول، عندنا في موقعنا الرسمي يمنية نيوز ممكن تدخلوا تشوفوا الجدول يوميا، معنا رحله لعدن ورحله لسيون، هذا المطارين المفتوحين الوحيدين. طيب هذا كان سياق الحادثه الاخيره استاذ عبد الملك، هناك ايضا سياقات أخرى لارتفاع غير مبرر في يعني كما يقول من يتحدث في ذلك أنه ارتفاع غير مبرر في أسعار الطيران ولا خدمات بالنسبة للركاب. هناك أيضا في هذه الحادثة تحديدا لم يكن هناك استقبال من قبل الموظفين الرسميين بشكل والتعامل مع الركاب لما حدث بالنسبة لهم، لما اعتبروه هلعا ونوع من الصدمة، لماذا يتم ذلك؟ هو بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك حول الأسعار، الأسعار عندنا 15 سعر معروض على الشاشة، ولكن للظروف التي نشتغل فيها نشتغل احنا رحلة واحدة في اليوم إلى رحلتين فقط، كنا نشتغل يعني في اليوم الواحد 15 إلى 20 رحلة، الآن ما عندنا الإمكانية أن نشغل، لأنه مطار عدن ما يسمح لنا إلا برحلة واحدة في اليوم، إضافة إلى الويند والتايم أو الوقت المسموح لدخولنا الأجواء اليمنية وخروجنا منها في حدود 4 ساعات إلى 5 ساعات فقط. لو يفتحوا الوقت الويندو تايم أو الوقت المسموح لنا بحيث أن احنا ندخل الأجواء اليمنية، ممكن نستوعب الأعداد هذه المتراكمة بطائرة واحدة، حتى 4-5 رحلات في اليوم أو 3 رحلات ويمتصين الزحام هذا كله. لكن عندنا لو سمحوا لنا في مطار عدن بعض الأحيان في رحلتين، وصادف في اليوم الثاني اني معك طائره للامم المتحده او الاغاثه، يتم الغاء الرحله الثانيه او تاجيلها لليوم الثاني، وهذه تتداعى وتعمل لنا مشاكل، لمشاكل الركاب كلها، حتى مشكله ركاب الترانزيت، ركاب الترانزيت مربوطين برحله الثانيه، لكن لو ما تلتقي الرحله هذه يعني بيحصل مشكله، اضافه الى انه تم اخراجنا من غرفه المقاصه في سويسرا يعني البي اس بي، وخروجنا من هذا المكان في بدايه الحرب تم اخراجنا منها. ما السبب لذلك؟ اثر علينا سلبا بالنسبه للترانزيت، ركاب الترانزيت، لا ركاب الترانزيت يعني الشركات يعني التذكره الاجنبيه ما تظهرش عندنا في نظامنا في نظام اليمنيه، ولا تذكرتنا يعني تظهر عندهم في شاشه الشركه الاجنبيه. ولذلك حتى الركاب ونحن نعاني معاناه شديده من هذا الاجراء يعني. طيب هل يعني ما نعم الان هناك من يتحدث ايضا نعم. كنقطه اخرى ان هناك فرض لان تقطع التذاكر كذهاب واياب قبل اي عمليه بيع، هل هذا بالفعل أكيد. نعم يعني اكيد في بعض الدول تفرض عليك نظامها كذا، لازم يكون عندك تذكره ذهاب وعوده، ما لم لا يقبل عندك في مصر، عندك في الأردن، في السودان، ما لم يكن مقيم في الدولة نفسها، إذا كان مقيم يحق له يدخل وان وي أو من الدولة نفسها، أما يكون يمني أو أجنبي ثاني لازم يكون عنده تذكرة تنقله يعني ذهابا وعودة.
إذا ما عنده تذكرة ذهاب وعودة يتم تحريم الشركة الناقلة أو تجبره إذا مثلا تم عودة تجبر الشركة الثانية بقبوله بدون تذكرة. طيب إذا ما عدنا إلى حادثة الأخيرة بخصوص الطائرة التي عادت إلى عدن، متى سيتم حل الإشكال بالنسبة لبقية العالقين من الركاب؟ تم برمجة هذه وطلبنا فتح الويندو تايم للوقت للطيران من غرفة التحالف بحيث انهم يمنحونا وقت كافي لدخول الطائرة ورجوعها، يعني بمعنى ان في اليوم عملنا لها رحلتين الى 3 رحلات. لحد الان الدراسة لا زالت مطروحة عليهم ولحد الان لم يرد علينا. إذا عبد الملك مطاير نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى أستاذ محمود قياح، أستاذ محمود سمعت ما تفضل به الأستاذ عبد الملك مطاير، هل لديك تعقيب على ما تفضل به؟ نعم لدي تعقيب. أولا فيما يتعلق بالويندو تايم الممنوح من دول التحالف وعدم تسيير سوى رحلة واحدة يوميا، هذه ظروف حرب كما يقال، لكن هل يعني ذلك عندما نسير رحلة واحدة أن تتردى الخدمة؟ لماذا لا تكون الخدمة هي يعني تم زيادة أسعار سعر التذاكر وهو ناقل يمني، يعني ليست ناقل أجنبي؟ لو قلنا أن التأمين المطلوب للدول الأجنبية لدخول أجواء اليمن يستدعي فرض تأمين عال وبالتالي رفع التذاكر، لكن رفع التذاكر تم من الشركة المحلية، هو عقاب آخر على المواطن اليمني. لكن بالإمكانيات المتاحة ألا تستطيع اليمنية أن تحافظ على سلامة طيرانها لأن لديها إيرادات كبيرة جدا؟ ألا تستطيع أن توفر خدمة للركاب؟ ألا تستطيع أن تثبت مواعيد الإقلاع والهبوط؟ ألا تستطيع أن توفر وجبات نظيفة داخل الطائرة؟ يا أخي أحيانا تدخل حمام الطائرة لا يوجد فيه صابون أو ماء، إذا أنت مريض سكر تطلب سكر لمرضى السكر يقولوا لك الوضع وضع حرب، والسكر يباع في البقالات من 500 ريال ب2 دولار. لا تستطيع اليمنية يعني بحجة الحرب يتم ابتزاز المواطن في الداخل والخارج. ما هو ذنب هذا المواطن؟ ذنبه أنه يمني وأنه يتعامل مع اليمنية. نحن نطالب السلطات بفتح الأجواء اليمنية للطيران الدولي، نحن نطالب بتأمين المطارات من قبل شركات دولية، نحن نطالب بكسر احتكار سماء اليمن من قبل اليمنية. يتكبد الناس أسعارا عالية، يسافر الناس وهم خائفين على حياتهم لكنهم مجبرين، من يسافر بغرض العلاج أو الدراسة أو العمل أو لزيارة. يعني في هذه النقطة أستاذ محمود، في هذه النقطة عندما نتحدث عن كسر احتكار، يعني الخطوط بقية الخطوط الجوية كانت تأتي إلى المطارات اليمنية، لكن عندما بدأت يعني تفاقمت الأوضاع في البلد بسبب الانقلاب والاجتياح تم يعني أوقفت هذه الخطوط رحلاتها. إذن هذه ليست مشكلة اليمنية، هي خصوصية لتلك الخطوط، فما ذنب اليمنية هنا؟ نحن نقول أننا نطالب القيادة السياسية في هذا البلد بأن تكسر هذا الاحتكار، وتطالب من دول التحالف أن تفتح الأجواء اليمنية وأن تفتح الويندو تايم الذي تكلم عنها الزميل العزيز، بأن يفتح الويندو تايم ليقوم بتسيير أكثر من رحلة كانت لليمنية أو لدول أخرى، كما نطالب القيادة السياسية بحماية المطارات وتوفير الأمن اللازم لكي تستطيع الرحلات الدولية أن تستقبل في مطاراتنا، ونطالب أيضا بأن يتم فتح مطار صنعاء أمام الركاب. أنا أتذكر أن ركابا ماتوا في صنعاء لأنهم لا يستطيعون السفر بسبب ظروفهم الصحية، هو جانب إنساني أخي العزيز. نحن نطالب بكسر الاحتكار للأجواء اليمنية، نطالب التحالف بالسماح للرحلات الدولية بالوصول إلى اليمن إنقاذا لهؤلاء الناس الذين يعانون منذ 3 سنوات بالكثير والكثير. نطالب اليمنية بتحسين خدماتها، ليس بحجة الحرب أن تتردى الخدمات وترتفع أسعار التذاكر. أنت تأخذ مقابل يجب أن توفر خدمة، أنت تأخذ مقابل يجب أن تحسن خدمتك، لكنهم لأنهم الناقل الوحيد لا يبالون بآرائنا ولا بمعاناتنا ولا بما الذي يحدث لنا ولا بالغرامات التي تترتب علينا في المطارات الأخرى عندما نصل متأخرين، ولا بالمبيت في مطارات تلك الدول. نفترش الأرض، يفترش اليمنيون الأرض أسرا وأطفالا لأيام وأيام.
المتكدسين في مطار القاهرة وعمان، وسمعنا الكثير من القصص. لماذا لا يتم الالتفات بعين الإنسانية لهؤلاء الركاب ولا يتم تسيير رحلات يومية لنقل هؤلاء الركاب طالما هم يدفعون هذه المبالغ الباهظة؟ لماذا كل هذا؟ مكتوب علينا المعاناة دائما بحجة الحرب، ينبغي أن يستمر هكذا وضع؟ هي حرب، لكن لا يعني أن تتردى الخدمة، تستطيع أن توفر الخدمة بأبسط الإمكانيات يا أخي. أشكرك محمود قياح والد أحد العالقين بسبب حادثة عودة الطائرة إلى مطار عدن، والناشط الحقوقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير، بعده سنستأنف النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بمن انضم إلينا الآن، العضو في منتدى خط الطيران الأستاذ أنور الحجاجي. أهلا بك أستاذ أنور. سيد أنور هل تسمعني؟ أستاذ أنور؟ إذن يبدو أن هناك بعض الإشكالات في التواصل مع الأستاذ أنور الحجاجي. ينضم إذن أيضا لنا عبر الهاتف الأستاذ هاني محمد القرشي، مدير خدمات الشحن بمطار صنعاء وعضو نقابة اليمنية. أهلا بك أستاذ هاني. أهلا وسهلا فيك، وشهر مبارك وخاصة مباركة. حياكم الله أستاذ هاني. إذن أمام هذه المشاكل المتفاقمة بالنسبة للركاب الذين يعني يستخدمون طيران اليمنية للتنقل، ما هو موقف نقابة الموظفين؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أود الإيضاح للأخوين الأخ أحمد السامعي والصديق العزيز محمود قياح، لأن طيران اليمنية هو طيران يمثل كل أبناء اليمن، وهو سفير اليمن الطائر في كل مكان. وفي الأول والأخير اليمنية تحاول أن تقدم خدمة في ظل ظروف غاية الصعوبة كما يعلمها الجميع. نقابة موظفين اليمنية بمختلف أقسامها كنقابة الطيارين والمهندسين حريصين دائما الحرص بأن تقوم الشركة بالمسؤوليات الذي على عاتقها لتقديم خدمات تليق بسمعة الراكب اليمني وسمعة الركاب الآخرين. ولكن ما لاحظنا في هذه اليومين بالذات وجود هجمة شرسة منقطعة النظير على رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمني الكابتن القدير أحمد العلواني وعلى موظفين ومنتسبين الشركة، هجمة لا نعلم ما هي دواعيها. الشركة تعمل في ظروف صعبة جدا، في ظل حصار جوي، في ظل وقوف وقت محدد للنزول وهبوط الطائرات في مطارين محددين فقط، هو مطار سهيل ومطار عدن. أيضا في مطار عدن لا تستطيع اليمنية بأن تنزل بأكثر من الرحلة وأن تلبي احتياجات الضغوطات التي يطالب بها الركاب بالوصول إلى اليمن والخروج منها. كل هذه الظروف كان لابد من الأخ أحمد السامعي المدعو بأنه يقوم بمحاربة الفساد داخل اليمنية، كان الأجدر به بأن يسأل المختصين أو يسأل النقابات ما هي الأمور التي أدت إلى 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 تدني مستوى طيب اليمنية إلى هذه الدرجة. الآن يا أستاذ هاني، الآن السيد السامعي غير موجود، يعني يسأل عن الأسباب الجوهرية التي جعلت من اليمنية لا تقوم بتلبية خدماتها للركاب بالشكل المطلوب. اليمنية تقدم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني، من الشباب إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لا تستثني أحدا. نرجو من الجميع تحري الصدق والمصداقية، وأن يراعي الظروف التي تمر بها الخطوط الجوية اليمنية، فهي تحاول أن تقدم خدمة الطيران في ظل حصار جوي وعدم وجود شركات أخرى تعاونها في تقديم هذه الخدمات. طيب يعني معاناة المسافر اليوم أستاذ هاني تتفاقم على متن الخطوط الجوية اليمنية، ويبدو أنه ليس هناك بدائل كما تتفضل الآن، فبالتالي الشركة هي المعني الأول والأخير بهذا الثقل بالمسؤولية تحديدا إدارتها، لماذا لا يتخذ حلول لمعالجة هذه الأخطاء؟ كما يقولون من لا يعمل لا يخطئ، طالما بأن هناك أخطاء فهذا يعني بأننا نعمل في ظل ظروف صعبة. نحن في نقابة الخطوط الجوية اليمنية
كان لنا اجتماع مع الشركة وحاولنا أن نطرح النقاط على الحروف، والشركة حريصة كل الحرص في ظل ربانا الماهر الكابتن أحمد العلواني الذي استطاع أن يقود هذه الشركة في ظل ظروف صعبة جدا، وفي ظل إغلاق أغلب المطارات باستثناء مطار عدن ومطار سيئون، في ظل وجود وقت محدد لنزول الطائرات وهبوطها. نحن لا نمتلك اتخاذ القرارات في قضايا كثيرة جدا. طيب أستاذ هاني، مثل هذه المسائل أستاذ هاني، بسؤال سريع، بالنسبة لموظفين اليمنية الآن كلهم على يعني بذات الـ يعني الجاهزية والعمل كما كان الوضع قبل الحرب، أم أن منهم من أخذ إجازات أو تم إعطاؤه إجازات مفتوحة الآن؟ لا طبعا، يعني كما هو معروف بأن مطار صنعاء مغلق، مطار تعز مغلق، الحديدة، الريان، سقطرة، معنا فقط مطار عدن ومطار سيئون الذي يعمل الآن، هم فقط الموظفين الذين يعملون في هذه المطارات. كم هي نسبتهم إلى موظفين المبيعات في المناطق صنعاء عدن وسيئون؟ أغلب الموظفين الآن أخذين إجازات في البيوت لحين استئناف فتح المطارات. إذن أشكرك هاني محمد القرشي مدير خدمات الشحن بمطار صنعاء وعضو نقابة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يعود لنا مشاهدينا الكرام السيد أنور الحجاجع العضو في منتدى خط الطيران، أهلا بك مجددا أستاذ أنور. الله يحييك يا أخي الكريم. حياك الله أستاذ أنور، برأيك ما هي التدابير العاجلة الممكنة أو التي يفترض أن تتم من أجل حل الأمر بالنسبة للمسافرين اليمنيين؟ طيب، في البداية شكرا أخي الكريم على الاستضافة على مناقشة هذا الموضوع المهم الحساس. اسمح لي أخي الكريم أن أوصل الفكرة كاملة ولن أطيل إن شاء الله. من سنوات طويلة وكلنا نعلم من مواطنين ومسؤولين وموظفين الشركة كلهم بما سماه وصفته أن مشكلة الخطوط الجوية اليمنية تتمثل في الفساد المتأصل والمتجذر على مرأى ومسمع كل الحكومات المتلاحقة. فكل مشكلة فنية تمثلت في عضو المحرك أو إطار تالف وغيرها من المشاكل إلى مشكلة إدارية تمثلت من توظيف لكوادر غير مؤهلة وسمسرة تذاكر وسوق سوداء توصلك إلى نتيجة واحدة هي الفساد. لذلك أخي الكريم الإشكاليات الكل يعلمها والمدة ليست بالقصيرة، فالواجب الآن الحث والبدء على طرح الحلول وتنفيذها لإنقاذ الشركة وتخليص الناس من معاناتهم. فمن واجبي اتجاه شركة وطني وواجبي نحو أبناء شعبي أن نساهم أنا وأخواني الحريصين طبعا على طرح بعض الحلول التي نراها ممكنة ويمكن العمل بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولو تسمح لي أخي الكريم بس قبل ما نتطرق للحلول نذكر بعض الإشكاليات بشكل سريع بعجالة تسمع. حاضر إن شاء الله. الإشكال الأولى تتمثل في سوء أداء الإدارة متمثلة برئيس مجلس الإدارة اللي قاعدين يدافعوا عليه الموظفين تبعه. السمسرة في التذاكر من قبل موظفين الشركة في مكتب مبيعات القاهرة وغيرها من المكاتب. وانت عارف أخي اليوم في رحلة اليوم اللي هي تاريخ 11 يوم الأحد أخبروا بعض الركاب الرحلة ويتفاجئ الجميع أن الرحلة موجودة وفعلا أطلعت في تاريخها المحدد وصلت عدن. ايش اللي قاعد يصير الله اعلم، يعني شيء واضح للعيان ولكل الناس. والمشكله الثانيه طويل العمر ان القاء على 4000 موظف لا تنتفع بهم الشركه وعدد لا يستفاد منهم غير مؤهل تم توظيفه بالواسطه وتتحمل ايضا الادارات السابقه هذا الشيء احنا علشان للانصاف فقط. والمشكله الرئيسيه بما يخص الطائرات التهاون واللامباره بعدم الالتزام بمتابعه تنفيذ برامج الصيانة الدورية المخطط لها وتشغيل الرحلات بطائرات تعاني من مشاكل خطيرة تهدد السلامة. بشكل سريع ننتقل للحلول أخي الكريم. تفضل. الحلول راح نطرحها في نقاط. احنا نشوف الحلول من وجهة نظرها أولا إقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني لفشله ومساهمته في تدهور وضع الشركة. الرجل لم يقدم أي إضافة أو حلول تذكر ونتمنى استبداله بشخص ذو خبرة وكفاءة عالية. الرجل مهما تكلمنا لم يعني شيء واضح للبيان. الأسطول تبقى فيه طائرتان الآن فقط تعمل. إعادة هيكلة الشركة والقيام بما يتوجب لحاجة الشركة من الإبقاء على الموظفين المؤهلين والكوادر الهندسية والفنية الذين ستكون لهم المساهمة الفاعلة مستقبلا لتحسن أداء ووضع الشركة والاستغناء عن الموظفين غير المؤهلين الذين تم تعيينهم بالواسطة ولا يملكون مؤهلات ولا تنتفع الشركة كونهم يصلون عبء على كاهل الشركة. فالشركة لم تعد تملك سوى 4 طائرات.
استئجار، احنا نشوف من الحلول اخي الكريم استئجار عدد طائرتان الى 4 طائرات عدد البدن، ويستحسن استئجار طائره ايرباص A330. الطائره هذه اخي الكريم تقريبا يوصل سعتها الى 290 مقعد، والشركه كانت تملك هذا النوع من الطائرات، يعني يفضل استئجار من هذا النوع اخي الكريم. طيب أستاذ أنور، يعني الآن ألاحظ أن أغلب ما تفضلت بطرحه يعني يختص بالخطوط الجوية اليمنية، هل هناك إمكان لأن يحدث نوع من إيجاد بديل منافس كما يتفضل الأستاذ محمود قياح قبل قليل ليعمل نوع من المنافسة مع هذا الطيران، لأنهم يقولون أساسا أنهم يتحملون مسؤولية عدم وجود أي خطوط طيران أخرى، بالأخير خطوط طيران الجوية الأخرى ترفض فتح خطوط إلى اليمن؟ طيب أخي الكريم، بس تسمح لي على عجالة أني أكمل يعني بعض النقاط، نقاط بسيطة جداً وراح أعرج على الموضوع. من الحلول المتاحة أخي الكريم إصلاح طائرة إيرباص A310 القابعة الآن في مطار كراتشي في باكستان، الطائرة بدون محرك، ولعلمك أن قاعد يعني مقياس الطائرة في كراتشي يكلف الشركة مبالغ طائلة، فبالإمكان في ذلك الوضع هذا شراء محرك وأصلاح. أنا مش عارف إيش منتظرين، يعني طائرة بلا محرك وتدفع عليها تقريبا في اليوم مش عارف يعني 7000 دولار تقريبا أو في هذا الحدود، ليش بقى طائرة بدون محرك في كراتشي؟ والطائرة ممكن إحنا نستفيد منها وتحل بعض الإشكاليات. طيب، من بخصوص الكلام اللي قلت أنت، إحنا نشوف أن عدم الإسهام والتواصل من قبل النافذين لاستمرار احتكار الخطوط اليمنية لتشغيل الرحلات إلى اليمن والسماح للشركات الراغبة ومنح الترانيس الجديد منها، لعلمك أخي الكريم فيه نافذين يقول لك الخطوط اليمنية راح تفلس في حالة أنها جت شركات جديدة شغلت رحلات إلى اليمن، وهذا طبعا منظور ضيق ينظر إليه الموظفين وكادر والنافذين في الخطوط اليمنية لمصلحة ضيقة، والمفروض أن الناس تشوف مصلحة المسافرين ومصلحة الآلاف من العالقين. ولك مثال يا أخي الكريم، مثال سابق في شركة اسمها كانت طيران الجزيرة، كانت تسير رحلات بمبالغ بسيطة جدا، هي شركة اقتصادية وكان ينتفع فيها كل كثير من المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وللأسف تم محاربتها لعيون الخطوط اليمنية. أنا مش عارف هل الحكومة يعني موقفها بس إنها تتفرج وما يعني تراعي الشركة وما تراعي المواطنين. في نقطة مهمة أخي الكريم، ليش ما يتم إعادة أسعار التذاكر على ما كانت عليه قبل اسمه والغاء التأمين حق إيش؟ كلهم يوضحوا هذول اللي قاعدين يلمعوا في بعض، كل واحد يلمع الرئيس، التأمين لمن وكيف وليش؟ بس احنا الحين تتكلم تتناقش في اي موضوع يقول لك والله احنا ندفع التامين، اثبتوا للناس انكم قاعدين تدفعوا تامين، لمن التامين هذا وليش التامين؟ تامين ايش؟ وضحوا للناس، كلموا الحكومه، يا حكومه احنا قاعدين نسوي كذا ادعمونا، نحتاج نشتري محرك، يا حكومه احنا محتاجين نسير طائراتنا الى مطار صنعاء الدولي بحيث ان مركز صيانه الطائرات وحظائر صيانه الطائرات يتواجد فقط في مطار صنعاء الدولي. يا اخي بلغ الناس، شوفوا لنا حل، يعني لما تبى نضلي على هذا الحال نقعد نترجع ونقعد نبكي في المطارات مرميين وتضحك علينا الناس وتعاملنا بسوء، ليش؟ اشكرك اذا، افتحوا المجال لغيركم خلاص. نعم، اذا اشكرك العضو في منتدى خط الطيران السيد انور الحجاجي، كنت معنا عبر الهاتف من البحرين، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش، وهي مني أيضا وجيه السمان وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.